تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعين كما عودناكم دائما نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير خدمات القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة. إذن لكم حرية التواصل معنا عبر الأرقام التالية 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. نرحب بفريق عمل البرنامج معنا في إعداد هذه الحلقة، الأخت الزميلة نور نزال، في التنسيق ميرا الغفلي، أسعد الله صباحك يا أي منورة ما شاء الله من الإجازة، وأيضا المبدع دائما وأبدا عيسى سبيل في الإخراج. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. بنبتدي معاكم فقرات برنامجنا مع الفقرة التغذوية اللي نحن تعودنا عليها. معانا عبر الهاتف أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي عرين رشيد، بتكلمنا عن مشروب الأوليفيرا. شو هذا المشروب؟ صباح الخير عرين. صباح الخير جميعاً. صباح النور. شو أوليفيرا هذا بعد؟ أنا عبالي لاعب أجنبي أول شيء. هلا هو معروف العصير الألوفيرا، هو أصلا الصبار، يعني هو بما يسمى باللغة العربية هو الصبار. أوكي أوكي. بس إحنا بنعرف إنه الصبار عادة يستخدم دائما بتلاقي عناية بالبشرة وعناية بالشعر، يعني الاستخدامات الخارجية. أوكي. بس أيضا في عنا إشي اسمه عصير الصبار أو عصير الألوفيرا، كمان يستخدم اللي هو الاستخدام الداخلي، يعني لما بتشرب أنت عصير الألوفيرا إله فوائد كثيرة. في بعض الناس تعرف هاي الفوائد، وفي بعض يعني مستغربين انه كيف الألوفيرا يستخدم خارجيا وايضا داخليا. انا من البعض الثاني. البعض الثاني اوكي. إيه. فاحنا حابين بس نوضح انه شو الاشياء المفيده الموجوده في هذا العصير. أوكي. وشو الاشياء الغنيه فيها، المواد الغنيه فيها. فاولا عصير اللب او عصير لب الصبار هو غني بالمواد المغذيه والالياف الطبيعيه، وله أكثر من استخدام. أول إشي يحتوي على الفيتامينات والمعادن، مثل الفيتامينات البي والسي والإي وحمض الفلك، وأيضا يحتوي على كميات صغيرة من الكالسيوم، النحاس، يعني بعض المغنيسيوم، البوتاسيوم، الزنك. فبهالطريقة هاي كمان يحتوي على شغلات تانية بتساعد على أكثر من، يعني خلينا نقول حالة. مثلا شرب عصير الصبار قد يعطيك الراحة عند الإحساس بحرقة المعدة، يعني في ناس عندهم حرقة معدة أو ارتجاع. ليش بتسبب إذا بتشرب عصير الأوليفيرا؟ شو بيعمل؟ بيساعد على التحكم في إفراز الحمضيات في المعدة. يعني هذا من الأشياء اللي موجودة في عصير الصبار. أيضا الناس التي تعاني من الإمساك كمان بخفف هاي هذه المشكلة. ليش؟ لأنها تحتوي كمان على مركبات ملينة موجودة كمان في عصير الصبار أو الأوليفيرا. وأيضا تشير بعض الدراسات أن عصير الأوليفيرا يساعد من التخفيف آلام المفاصل. الناس اللي عندها زي روماتيزم، عندها مشاكل بالعظام، كمان بيخفف من الآلام. هو لا يحل المشكلة بس بيخفف من هاي الآلام. وأيضا يعطي الإحساس بالشبع لاحتوائه على بعض الألياف. وبعض العصائر الألوفيرا أيضا مدعمة ب 9.1 جرام من الفيتامين سي، وأيضا وهو معروف الفيتامين سي يحتوي على مضادات الأكسدة
وطبعا تقوية المناعة. وغير كذلك عندك اللي هو كمان يرطب الجسم ويحميه من الجفاف، لأن عصير الأوليفيرا يحتوي على تقريبا 90% من المي، ويمكن أن يكون عصير الصبار بديلا منخفض للسعرات الحرارية للمشروبات السكرية. يعني بدل ما نشرب إحنا مشروبات سكرية أو عالية في السعرات الحرارية، لا، يفضل إنك تشرب عصير الأوليفيرا، لأن الكوب الواحد اللي هو يحتوي على تقريبا يعادل 250 مليليتر من الماء، يحتوي على تقريبا زي 36 سعرة حرارية فقط. ووفقا لتحاليل أيضا في عام 2016 الذي نشر في مجلة الصيدلة السريرية والعلاجية، قد يكون للأوليفيرا بعض الفوائد المحتملة، يعني في التحكم في نسبة السكر في الدم للمرض للأشخاص المصابين بمرض السكري النوع الثاني. وقد يكون لعصير الأوليفيرا فوائد هضمية إضافية، مثل التقليل بإصابة بقرحة المعدة وتحسين الهضم، وفقا للبحث الذي أجري عام 2014. يعني ساعد كثير على موضوع تحسينه، هو لا يعالج بس يحسن، يعني أو يخفف من بعض المشاكل. فتقريبا يعني زي ما احنا شايفين انه هي تقريبا العصير الأوليفيرا مثله مثل اي عصير، خلينا نقول زي نوع من الفواكه، بس طبعا له بعض الاشياء اللي زي اللي اقترحناها طبعا في النقاط اللي انا بس حكيتها. زين، نحن اللي نعرفه عن الصبار دائما في الشامبو يدخل ولا في المستحضرات بالضبط التجميليه. بالضبط. انا يعني الان كيف أقدر أسوي هذا العصير؟ أنا ما بعرف يعني وين ممكن أحصل عصير الصبار؟ هلا في بعض الأماكن يعني يتواجد هذا العصير، وفي بعض الأشخاص يفضل إنه يعملوه في البيت. طبعا كيفية إنه كيف إنه يصنعوه، هو عن طريق إنه بيجيبوا النبتة الأوليفيرا، هي تباع طبعا في الأسواق، هي موجودة. أوكي. النبتة موجودة. أي. أول ما يفتحوا طبعا، أنت أول ما تفتح هي لأنها نبتة، فأنت عليك إنك تفتحها، فبتلاقي أنت زي نوع من الجيلو زي الجل، هو الجل هذا السائل. فبالضبط، فهذا الجل أنت بتذوبه في المي، وعند يعني وبتتركه لفترة معينة تقريبا عبارة عن ساعة لثلاث ساعات. أوكي. وفي البعض بيحب يضيف عليه النوع من العصير، يعني مثلا عصير البرتقال أو الليمون، بس عشان الطعم، يعني لأنه ممكن إن أنت ما تحب الأوليفيرا زي ما هو، يعني في هو أصلا ما إلوش طعم قوي، بس في ناس بتحب إنه تحط عليه نكهة تانية، لأنه في بعض الناس ما بيشربوا مي لأنه بسبب أصلا بيحبوش طعم المي. نفس الفكرة، ممكن تضيف عليه بعض الحمضيات زي الليمون أو البرتقال وبنشرب، يعني ممكن تخلطه بالخلاط، ممكن في الملعقة مثلا، بس إنه هو سهل، يعني تصنيعه كتير سهل في البيت حتى. وبعض الناس بيحبوا يشتروه جاهز، يعني موجود كعصير حتى. أنت تعرفين أن كليوباترا كانت أيوة. تستخدم هذا الجل اللي أنت تتكلمين عنه، كانت تدهن في جسمك كجزء من عمليات الاسترخاء. يعني عبر التاريخ يقول لك أن جل الصبار يساهم في عمليات الاسترخاء، وأيضا عند اليونانيين كانوا يستخدمونه كذلك لعلاج كل شيء من الصلع لين الأرق. ما شاء الله، أول مرة بعرف المعلومة. إيه، فتخيله يعني أنا أول مرة أعرف إنه يشربون العصير وفي له فوائد وكذا. بالضبط، فهو عشان هيك معظم الناس تعرف إنه بس للخارجي، للأشياء التجميلية. أيه. أكثر أو للبشرة. نشوف على كمان يشرب يعني حتى. أنا شاكر لك عرين، يعني معلومات قيمة جميلة دائما ما تطرحيها لنا، وأيضا تعطينا المعلومة التغذوية اللي وايدين من الناس ما يعرفونه، فأنا شاكر لك هذه المعلومات. الأخت عرين رشيد أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي كانت تحدثنا عن مشروب الأوليفيرا. أوليفيرا مو مال نادي الوصل، لا، هذا يعني عصير الصبار. شكرا كثير لكم. شكرا جزيلا. شكرا. طيب نطلع فاصل ولا في مداخلة؟ لا نطلع فاصل. طيب نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل نتواصل. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا مستمعين 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. ما نتكلم الحين في الفقرة القادمة عن خدمات التطعيمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي وأهمية تطعيم البالغين وكبار السن. معي عبر الهاتف مستمعين الدكتورة فاطمة عمر عبد الله، أخصائي أول إدارة الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتورة. صباح الخير عليك أخ محمود، وصباح الخير على كل مستمعي برنامج صحة وسعادة بإذاعة نور دبي. حياك الله دكتورة. دكتورة نحن ما نبتدي معاك يعني في البداية نتكلم عن خدمات التطعيم اللي توفرها الهيئة لكبار السن وأيضا للمجتمع ككل، فشو هي هذه الخدمات؟ دور هيئة الصحة بدبي في التطعيمات بيتمثل في التغطية الصحية الشاملة للتطعيمات، نعم، وذلك بتعاون وتضافر جهود جميع الإدارات المعنية بالتطعيمات، وذلك لمنع تفشي الأمراض المعدية وتعزيز الصحة ورفع الوعي الصحي لجميع قطاعات المجتمع بأهمية التطعيمات. وبدءا بشعبة صحة الطفل والتي تقوم بالتطعيمات من عمر يوم أو بعد الولادة مباشرة إلى عمر 6 سنوات، ويتابع مركز صحة الطفل عن كثب تغطية التطعيم للأطفال المسجلين التابعين لكل مركز صحي، ويتم الاتصال بالآباء بانتظام لاستكمال الجدول الزمني لأطفالهم. وفي عام 2016 كان معدل تغطية التطعيمات 96% للأطفال بمراكز الرعاية الصحية الأولية المختلفة، وأكيد الحين بيكون النسبة أكثر. طيب دكتورة أنا أبغى أتكلم عن التطعيمات اللي توفرونها والخدمات لكبار السن بالتحديد، لأن الأطفال يمكن المستمعين كلهم عارفين التطعيمات المهمة للأطفال وكذا، ولكن الكبار لهم تطعيمات معينة ممكن هذه المسألة تكون غايبة عند الكثيرين. صحيح، التطعيمات عندنا مش للأطفال فقط زي ما ذكرت أخ محمود، عندنا للبالغين اللي هم عمارهم بيزيد عن 18 عام، وعندنا للكبار السن كذلك. بالنسبة للبالغين ليه نحن بنهتم فيهم ومنعطيهم رغم أنهم أخذوا التطعيمات في العقدين الأول من حياتهم، إلا أنهم برضو بيحتاجوا للتطعيم الناس الأكثر من 18 عاما. ليش؟ ربما لم يحصل البعض على أي منها في الصغر، كما إن بعض اللقاحات الجديدة التي أصبحت متوفرة الآن لم تكن موجودة بالماضي، مثل اللقاح الحليم البشري الذي يحمي من سرطان عنق الرحم ويعطى من سن 16 إلى 26 سنة لطلاب المدارس. ولوحظ أيضا إن طلاب الكليات بإسكان الجامعات من العمر أقل من 21 عاما يصابون نتيجة للازدحام بأمراض مثل أمراض الحمى الشوكية، ولذلك بتحط جرعة كل 5 سنوات للقضاء على المرض. هنالك أيضا تطعيمات تحتاج لها البالغين مثل الدفتيريا والتتنس والإنفلونزا، المكورات الرئوية خاصة للمدخنين والمصابين بالسكري، التهابات الكبد الوبائي ألف وباء، الحمى الشوكية كما أسلفنا، الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، الجدير المائي، الحليم البشري، تطعيمات المسافرين حسب وجهة نظر. أما بالنسبة لكبار السن، المعروف إنه كبار السن دائما جهاز المناعة عندهم ضعيف وهم معرضون للإصابة بالأمراض المعدية، وتعتبر التطعيمات كما أسلفنا أقل التكلفة وقل من علاج المرض وإقامته بالمستشفى. كبار السن عادة يصابون بأمراض مثل السكري والقلب وأمراض الرئتين والكلي والكبد، ويحتاجون للتطعيمات للتحصينات. من أهم التحصينات للكبار عندنا تطعيم العقد الرئوية، والذي يسبب التهاب الرئوي وتجرثم الدم، وقد يسبب الحمى الشوكية، ويؤخذ بعد سن 65 عام مرة واحدة في العمر،
ويتبع ذلك تطعيم ضد أمراض المكورات الرئوية التي تسبب الالتهاب الرئوي. كما يجب أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية سنويا، كذلك أخذ لقاح الكزاز والدفتيريا كل 10 سنوات بوجود الغبار والأتربة وهي جرح ما تسبب في مرض التتنس. وإذا قلت المناعة لبعض التطعيمات الأخرى يفضل أخذها، مثل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، لقاح الجدري المائي، الكبد الوبائي، مهم جدا أيضا للمسن. جميل، وين ممكن نروح ونحصل مثل هذه التطعيمات؟ التطعيمات موجودة ومتوفرة بجميع المراكز الصحية الأولية، وعندنا أكثر من 12 مركز صحي للتطعيمات، وهنالك تطعيمات المدارس في المدارس، وتطعيمات كبار السن في دور كبار السن، وتطعيمات السكري في مراكز السكري الكبيرة، وداخل المراكز الصحية عندنا أكثر من 12 مركز كما أسلف، ومراكز المرضى الذين يعانون من نقص المناعة نتيجة أمراض مختلفة كزراعة النخاع أو زراعة الأعضاء في مركز صحي المنذر. وعندنا بعيادة المسافرين هنالك عيادتين للمسافرين بمركز صحي نادي الحمر ومركز صحي البرشا. في عيادة المسافرين جميع التطعيمات للمسافرين لجميع أنحاء العالم، كل حسب وجهة سفره. بالإضافة للتطعيمات أيضا الأخرى موجودة بعيادة المسافرين للمقيمين والطلاب والأطفال والكبار، وحتى للعابرين لدول أخرى من داخل البلد. جميل، أنت ذكرتي بعض التطعيمات يمكن اللي نحن ما نعرفها، ما أدري اللي علق في ذهني في تطعيم تقولين يعني المكورات أو شيء ما أتذكر شو اسمه. هو المكورات الرئوية أو التهاب الرئوي. أوكي. اسمه النموكوكل. النموكوكل بدوه عادة للمدخنين، لو حتى من سن صغير من 18 أو 19، وبيحطوه للناس اللي عندهم أمراض، مثلا أمراض يعني تقلل المناعة، وبيحطوه لأمراض السكري والقلب، وكما أسلفت أمراض التي تصيب كبار السن. طيب، أهم التطعيمات اللي الواحد ممكن يأخذها أثناء السفر دكتورة؟ أهم تطعيمات السفر ده بيعتمد على على الوجهة يعني، بس إنه بشكل إذا عام. إذا ماشين على أفريقيا بتاخذ الحمى الصفراء، وإذا رايح على السعودية يعني الحج والعمرة بتاخذ الحمى الشوكية، وإذا رايح على أوروبا بتاخذ الكبد الوبائي ألف وباء، وإذا رايح على دول شرق آسيا نفس الشيء يعني التايفويد والكبد الوبائي ألف وباء، ويعني حسب كل في لها فترة زمنية دكتورة قبل ما تتوجهين إلى هذه الوجهة؟ بالنسبة للتطعيمات احنا بنفضل تكون من شهر يعني من شهر ونص لشهرين انك تجي لعيادة المسافرين، ولكن حتى لو جيت قبل اسبوعين احنا ما بنفوت الفرصة ومنحت الناس التطعيم، على الاقل بيستفيدوا منها 60-70%، والسفرة القادمة بيستفيد منها 100%. طيب دكتورة، بالنسبة للتطعيمات هذه كم تتم؟ كل فترة لازم ياخذها، ولا هي عبارة عن مرة واحدة في العمر، ولا شو هي بالضبط؟ في تطعيمات بتكون مدى الحياة، مثلا مرة واحدة لو أخذت اليلو فيفر بتكفي كمدى الحياة. لو أخذت تطعيمات الريفينار اللي هو قلنا النموكوكل بس مرة واحدة، بتاخذ كل واحد مرة واحدة. في تطعيمات بتتأخذ زي التايفويد بتاخذ كل 3 سنوات. عندنا تطعيمات بتتأخذ زي الحمى الشوكية كل 5 سنوات، وكل حسب يعني جدول التطعيمات. طيب دكتورة، عندي سؤال بعد كذلك يعني على موضوع التطعيمات الآن. يعني الناس مو فاهمين آلية عمل التطعيمات، اللقاح. هذه اللقاح نفسه، فممكن تشرحي لنا الآلية، شو اللي تسوونه بالضبط لما يجي الشخص وياخذ هذا التطعيم، هذا اللقاح لما ياخذه في الجسم شو اللي يصير فيه؟ في الحقيقة هو اللقاح عبارة عن محلول بيحتوي على الميكروب، سواء كان فيروس أو بكتيريا أو شيء آخر المسبب للمرض. ولكن عادة ما يكون هذا بيحتوي عليه ميت أو مضاعف،
بشكل لا يمكن من التسبب للمرض بشكل فعلي. أوكي. واللقاح وظيفته إنه يعمل على تحفيز جهاز المناعة في الجسم لإنتاج المضادات لهذا الميكروب، ويمنع حدوث المرض والوفيات الناتج عن هذه الأمراض. جميل. يعني هو مثل أنت تعطي الجسم شفرة. أيوة. شفرة يفكها في في حال شو اسمه يعني الجسم تشتغل ضدها أي على طول، يعني تحفز جهاز المناعة. وطبعا التطعيمات على أكثر من مدى 50 عاما أنقذت أكثر من مليار شخص، مليارات حتى والله. ومن الوفيات حسب إحصائيات هيئة الصحة العالمية أنقذت ما بين 2 إلى 3 ملايين حالة وفاة سنويا. طيب يطلعون بعض الناس دكتور يقولون والله التطعيم مو بزين والتطعيم غلط، الواحد يطعم وهذه عبارة عن تجارة والشركات قاعدين شو اسمه يستغلونه على أساس أن نطعم ويبيعون وكذا، وهم يعني هذه وجهة نظرهم، شو رأيك شو تردين على هذا الموضوع؟ لا والله التطعيمات حاليا أصبحت يعني أكثر تقدما، ومعظم يعني حتى بالنسبة للأطفال بتلاقي بدل إبرة بيجوا يحطوه زي سداسي 6 إبر في إبرة واحدة، وتقلل الألم والوقت وتشجع أخذ التطعيم في وقته. فالحين التطعيمات ما فيها أي أضرار، وصرحت هيئة الصحة العالمية إنه التطعيم هو بيعتبر أقل تكلفة، وهو أقل يعني أي ما في أي أضرار جانبية تذكر بالنسبة للأمراض إذا إصابة الشخص بتؤدي للموت والإعاقة. فالتطعيم بيمنع على زي ما ذكرنا على مدى 50 عاما، أثبت هنالك كثير من الأمراض الحين تم القضاء عليها بعد دكتورة، يعني خلنا يعني أنا بتكلم الحين بعد في حالات يعني لأصدقاء معينين يعني للأسف بسبب إهمال الوالدين أو عدم وعيهم، ما بقول إهمال، عدم وعيهم بأهمية التطعيم، تسببوا في شلل الأطفال حق أبنائهم. هذه أنا حالة يعني شفتها قدامي يعني موجودة. أيضا يعني من الأمراض اللي استطاع التطعيم القضاء عليها بالضبط هو العقود الماضية مرض الشلل الأطفال، بالضبط بالضبط، يعني أمراض التتنوس وأمراض الجدري دي كلها إثباتات إنه التطعيم يعني قضى على هذه الأمراض تماما. عشان شيء أنا دكتورة لما أطرح هذا الموضوع دائما أتطرق لهذه المسألة في حكم من وسائل التواصل الاجتماعي مع كمية الإشاعات ومع كمية يعني الفتاوى اللي يأخذونها من ناس أصلا ما لهم علاقة بالجانب الطبي، ولكن مجرد تداول مثل هذه الرسائل، هذا موضوع غلط يا جماعة الخير. 2 ذكر مرة يعني واحد من الزملاء العزيزين كان يتكلم يقول والله أنا ما أخذ تطعيمات، الأوليين نحن هم عايشين لا اخذوا تطعيمات ولا شيء. قلت وين عايشين الاول؟ انت معدل عمرك ما بين 40 ل 50 سنه، انت خلاص يعني، وممكن الكوليرا، ممكن امراض كثيره كانت يصابون فيها اهل المنطقه هذه وغيرها من المناطق في العالم. ف من الخطا اصلا اني انا ابتدي اقارن المساله بهذا الشكل، لان ما كانوا ياخذون تطعيمات او ما كانت عندهم تطعيمات. لا، اللهم لك الحمد، هذه نعمه من رب العالمين رزقها البشرية أنهم يجدون مثل هذه الحلول، ومثل ما قالوا لكل داء دواء. أوافقك الرأي أستاذ محمود، ونحن في إدارة حماية الصحة العامة عندنا قسم تعزيز الصحة، وهذا القسم يقوم بتنظيم حملات متنقلة داخل دبي عبر مرافقها الحكومية والخاصة والمراكز والجمعيات المختلفة بهدف زيادة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع بأهمية التطعيمات. وكذلك يقوم قسم الطب الوقائي بالوقاية من الأمراض المختلفة عن طريق معرفة أسباب المرض ومكافحة المرض وإعطاء الوقاية والتطعيمات للمخالطين للأمراض المختلفة. جميل. فإحنا طيب.
احنا شاكرين لك دكتورة فاطمة عمر عبد الله، أخصائي أول إدارة الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، على هذه المعلومات المهمة والقيمة عن خدمات التطعيمات المتوفرة في هيئة الصحة بدبي. أيضا نحن نوجه السادة المستمعين اللي ما تطعموا يا جماعة الخير، وخاصة اللي يسافرون، دائما خذوا تطعيماتكم أول بأول، لأن يعني وايد تساهم في عملية أنك أنت تحافظ على صحتك. حتى سبحان الله، يعني أنا ملتزم وايد في موضوع تطعيمات الانفلونزا، لان فرقت معايا. قبل ما كنت اخذ هذا التطعيم كانت موجه الانفلونزا لما تضربني تهدني، الان يعني حتى اذا جتني تيني خفيفه، يعني ممكن اني انا امارس عملي، ممكن حتى احيانا العب رياضه بهذا يعني وانا مزكم واللي عندي انفلونزا. يقول هني: ما الفرق بين الدواء الذي يؤخذ وقايه والتطعيم، ولماذا سمي التطعيم تطعيم؟ شو رأيك دكتورة؟ بس هذا السؤال يعني على طول على المسج الحين. والله هو كلها بتعتبر عندنا أدوية، يعني في أدوية تؤخذ للوقاية، كل أدوية، لكن التطعيم يعني فيه الفايدة إنه بيحتيك الوقاية قبل ما يصيبك المرض. يعني أنت لما يجيك المرض بيكون في أكيد حاجات بتحصل نتيجة للمرض ومشاكل، أما التطعيم فهو بيمنع المرض قبل حدوثه. هو دكتور انا احس اذا انت اخذت الدواء اللي يؤخذ وقايه، ما انا ما فهمت، يعني في ادويه تؤخذ للوقايه من الامراض؟ يعني مثلا الحمى الشوكية، لو جاتنا مثلا معسكر أو عندنا طلاب أو في المدرسة، أو إذا مثلا في مخالطين في البيت بنحتيهم وقاية. في وقاية مثلا عبارة عن حبوب للأطفال، شراب أو إبر، دي بتمنع المرض. ممتاز. يعني مثلا جاء كبد وباء ألف في البيت، زين ليش سميته التطعيم تطعيم؟ بالنسبة للأطفال والأم والأب في البيت، إذا جاء الكبد الوباء ألف لأحد أطفالهم بنطلب منه أن يعزلوه في غرفة لوحده لمدة 7 أيام بعد المرض، وبعدين يأخذ التطعيم، لأنه ثبت علميا أنه خلال 2 أسبوع لو أخذوا التطعيم الكبد الوباء ألف فما بيجيهم الانفكشن، حتى لو في جسمهم بيحصل له يعني زي الابورت، او يعني ما بيصيبهم المرض. فهنالك تطعيمات يعني اثبتت جدوتها، وهنالك ايضا بندي في الطب الوقائي بعض الحبوب في الحمى الشوكيه مثلا في الغرفه، اذا موجودين عمال 12 عمال في غرفه واصاب واحد في الحمى الشوكيه، على طول بنتحرك ناحية المعسكر وبنديهم الوقاية في أقل من 48 ساعة، بحيث إنه نحميهم ما يصيبهم المرض. جميل. وأيضا هنالك يعني في نظام عمل صارم وقوي لازم للأمن الصحي إحنا تقوم يعني به. أي مرض في دبي بنتابعه وبنمشي في محله لحد ما نقضي على جميع الأمراض ونمنع انتشارها في مجتمع دبي. جميل، لأن التطعيم مثل ما قلنا هو أكثر من مجرد حماية للفرد دكتورة، هو يحمي المجتمع بأكمله. يمكن يعني مسويات التطعيم مسؤولية مشتركة، يعني حتى شعار بالضبط. هذا العام للأسبوع العالمي للتطعيمات، الشعار هذا العام التطعيم مسؤولية مشتركة، صحيح. وهذا يسلط الضوء على أهمية قيام الحكومات والعاملين الصحيين والمجتمعات والأسر بدورها. نعم، يدعم التحصيل. شاكرين لك دكتورة فاطمة عمر، أخصائي أول لإدارة الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. إذن موضوع مهم جدا، موضوع ما نغفله يا جماعة الخير. أخذ التطعيمات وايد مسألة مهمة، أنك أنت يعني مو عشان صحتك أنت بس، لا، أنت قاعد تساهم بالحفاظ على صحة المجتمع ككل. أيضا في بعض الممارسات يا جماعة الخير لازم شوية خلاص نتعلمها، هذه ممارسات وايد مهمة. 1، غسل اليدين، وايد شغلة مهمة، اغسل يدك دائما، يعني والغسل الصح انك انت تحط يديك في الماء الفاتر مع الصابون بعد ما تغسل الصابون، وتخليها تقريبا دقيقة كاملة، وتدخل ما بين الأصابع وما بين الظفور، وهذه يعني هذه طريقة الغسل السليمة. أيضا التطعيمات جدا مهمة انك انت تاخذها، خذ التطعيمات هذه بحكم انه قاعد تساهم في حفاظ مو على صحتك، على صحة المجتمع. تعطس يا أخي، يوم تعطس لا تعطس في يديك، يعني
اعطس يا اخي في شو يسمونه هاي المنطقة عيسى، المرفق هني، اي تيب المرفق كذا عند حلجك وهذا وتعطس. ليش؟ هذه مسألة وايد مهمة انك انت هني، لان في هذه المنطقة ممكن ان ما بت يعني الجراثيم اللي طلعت منك ما بتمسح يديك بالغلط على وجهك، ولا بتسلم على حد، ولا يعني بتضطر انك هذه، لان ممكن ما تحصل مكان تغسل فيه يديك في حزتها. شغلات جدا مهمة التزموا فيها يا جماعة الخير، لان هذه تحافظ فيها على صحة المجتمع. ساعات يا أخي تدخل الصلاة زين، يعني حد يصلي حذالك زكمان وما أدري كذا، لا ويوم يعطس بعد استغفر الله العظيم، الواحد يعني يعطس لا يحط يديه لا شيء، ما يستوي كذا يعني. لو في الصلاة أنت تأذي الناس اللي حواليك، فيعني هذه شغلات لازم نتعلمها ونعلم عيالنا عليها. عموما أنا طولت على الفاصل، نطلع فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. إذا ننتقل الآن إلى موضوع آخر مستمعينا، ونتكلم عن توقيع اتفاقية لتقديم برنامج تدريبي في مجال صحة الأمومة والطفولة. معي عبر الهاتف الدكتورة وديعة محمد شريف، نائب مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحكم نور والسرور، حياكم الله، مرحبا بك. يا هلا دكتوره، نحن ما نتكلم عن هذه الاتفاقيه، يا ليت تعطينا اهداف هذه الاتفاقيه ونبذة عامة عنها. نعم، هذه الاتفاقيه احنا شغالين عليها تقريبا صار لنا من جولاي العام الماضي. من ساعتها واحنا كان الهدف من اساسه ان استقطاب الكفاءات المواطنه عتم في اداره التعليم الطبي والابحاث. يستهدف بالدرجة الأولى الفئة المواطنة اللي هم خريجين البورد العربي لأطباء الأسرة، والهدف من هذا البرنامج أن الحفاظ على هالكفاءات المواطنة، لأن بدنا نشوف أن في شوية تحول على جهات معينة مثلا، أو يروحون للجهات الإدارية أو أشغال ثانية. لذلك إحنا بالدرجة الأولى نعنى بهالكفاءة، لأن هم أريد من أطباء الأسرة اللي متخرجين بدرجة البورد العربي. بما أن قبل إحنا كنا لازم نبعد نوفر الابتعاث الخارجي سواء لإيرلندا أو دول ثانية، وحاليا هي الكلية الإيرلندية للممارسين العامين هم Irish College of GP، هم يشهد لهم بالكفاءة العالية في برنامج صحة الأمومة والطفولة. فكنا نبتعد عدد معين من الطلبة الخارجين من البورد العربي لهاي الكلية عشان يحصلون على هاي الشهادة، لكن طبعا لظروف معينة مثلا للأطباء ساعات ممكن حد يسمح لظروف إنه يترك بلده، فارتئين إن إحنا ليش ما نجيب هالبرنامج عندنا بنفس الكفاءة بنفس الجودة ونفس الدرجة العلمية، حتى الشهادة هي نفسها اللي تصدر من الكلية هي نفسها اللي بيحصلون عليها. وراح يكون البرنامج إن شاء الله على مرحلتين، المرحلة الأولى راح نبتديها الحين إن شاء الله في بعد العيد على طول في 14/6. في هالفترة احنا بالدرجة الأولى أول شيء بنعتمد مثلا الكفاءة الموجودة عشان للتدريب، كان هم يكونوا المشرفين على البرنامج. وبعد المرحلة اللي وراها على طول راح تكون اللي هي اعتمادات المراكز الصحية كذلك المنشآت الصحية سواء مستشفى دبي أو لطيفة، طبعا هذه لأنهم بالدرجة الأولى يوفرون خدمات صحة الأمومة والطفولة أو النسائية والولادة والأطفال. جميل. بعد الاعتماد إن شاء الله بعد ما نحصل على شهادة الاعتماد من الكلية راح نبتدي على طول السنة الأكاديمية من شهر 9، ونستهدف تقريبا الحين 8 أطباء من خريجين البورد سواء البورد العربي أو أي بورد مماثلة. ويكون إن شاء الله بتكون مدة البرنامج مدة سنة، هي كلينيكال فيلوشيب. فبإذن الله إن شاء الله يعني مجرد ما يخلصون طبعا البرنامج هذا بيكون جدا مكثف، بيكون فيها دورات تدريبية نظرية عملية في تدريب ميداني سواء في المستشفيات وكذلك المراكز الصحية. بعد هالفترة أكيد يعني تعقبها عدة امتحانات، مجرد ما يخلصون إن شاء الله ينجحون السنة على خير، ساعتها حتى لازم يقدمون بحث طبي في هذا المجال مثل ما أشار عليه سعد المعالي. بعد هذا مجرد ما يخلصونها يحصلون على الشهادة العلمية اللي هي بنفس الدرجة اللي تماثلها في الكلية، وحتى وعدونا الجماعة في الكلية أنهم نفس الجراديوشن سيرموني أو التخرج اللي يسوونها هناك راح يحضرون بنفس عمداء الكلية ويسوون التخرج هنا عندنا في دبي إن شاء الله. ممتاز.
كم عدد الدكاترة اللي التحقوا معاكم في هذا من خلال هذه الاتفاقية، واللي تتوقعون أنهم بيكونون يعني مستفيدين من خلال هذه الاتفاقية؟ نعم، الفئة المستهدفة حاليا 8 أطباء. راح ناخذها إن شاء الله على مراحل، يعني 8 في كل سنة، وإحنا مدة الاتفاقية معهم 3 سنوات، فإن شاء الله راح نخرج 24 طبيب بإذن الله. والله انت ذكرتي شغلة دكتورة، يعني انا وايد يحس في خاطري الصراحة، ازعل وايد. يعني شوفي، كل انسان هو ادرى بمستقبل الوظيفة وكذا، لكن اتضايق يوم يكون في طبيب عندنا الدولة استثمرت فيه وطلعته طبيب ويتوجه لي للعمل الاداري ويترك مهنة الطب، اللي طبعا هي بالفعل اصلا نحن محتاجينك في هذه المهنة، محتاجين. يا الله يا الله نحصلنا نطلع بمخرج جيد ونستثمر في طبيب. فيعني اتضايق، ما عليه، خذ بعض الامور الاداريه واشتغل في الاداره، لكن لا تترك مهنتك الاساسيه. اي صحيح بالضبط، نعم فعلا، لان هم بالدرجه الاولى، سواء يعني فعلا الدوله استثمرت فيها، عوائلهم تعبت عليهم، هم نفسهم تعبوا، مهنه الطب مشوارها طويل ومتعب ومجهد جدا، فما نبى يعني في الاخير نبى بالعكس يعني ناخذ كفاءاتهم هذه الموجوده، وفعلا من البرامج اللي هم يعني يطلعون فيها الكفاءات الجوده عاليه جدا يعني، فحتى مطلوبين من كل الجهات يعني، بس كعمل مهني يعني اكلينيكي موجودين في العيادات، لذلك نحب نستثمر فيهم اكثر، وان حتى نرفعهم لمستوى اعلى ما فوق التخصصيه، احنا نسميها سب سبيشاليتي، فهذا الحين ان شاء الله احنا نهدف له كل البرامج باذن الله. ان شاء الله تعالى. دكتوره، يعني شو عندكم برامج ثانيه بعد كذلك تشتغلون عليها من خلال اداره التعليم الطبي؟ نعم، هي حسب طبعا المتطلبات اللي عندنا في، سواء كان في المستشفيات او المراكز الصحيه، عندنا باذن الله على في الخطه حاليا الصحه النفسيه، وكذلك صحه كبار السن، احنا الالدرلي هيلث كير نسميها، بالاضافه ان شاء الله راح يكون عندنا شيء جديد للايرلي ديفلوبمنت، اللي هو بالعاده يكون لاصحاب الهمم، فنشوف كيف نسوي لهم برنامج بحيث انه يكون يعني كيف الدكاتره يقدروا يتعاملوا مع هاي الفئه بصوره جدا تكون موضوعيه وجوده عاليه ان شاء الله. تمام يا دكتور، هاي 3 برامج ان شاء الله في المشوار. نحن نتريى ناخذ تفاصيلهم بشكل اكبر ان شاء الله في المرات القادمه. نتمنى لكم التوفيق. ما ادري دكتور اذا في شيء تبغين تضيفينه انا نسيت اني انا اتكلم عنه، لان انت ما شاء الله يعني كريتي لي كل الاسئله اللي عندي في اجابه واحده. تفضلي دكتوره، كلمه اخيره. يعطيكم العافيه، بالعكس يعني انا احب اشيد بكل الجهات اللي موجوده، يمكن برنامج مثل هذا يعني طلب أكثر من جهة، يعني مثلا مش فقط إدارة الرعاية الصحية الأولية بقيادة الدكتورة منال كريم، كذلك المستشفيات، سواء مستشفى الضيف عند دكتورة منال عبد الكريم أو مستشفى لطيف عند دكتورة منى تهلك، يعني الجهود الجبارة بحيث أن هم كلهم يحطون يعني مع بعض as a teamwork مع إدارة التعليم الطبي بقيادة أستاذ آمنة السويدي، يعني هاي ما كانت هينة، بحيث أن نوحد كل هالجهود ونطلع برنامج جدا يكون بفعالية وكفاءة عالية. جزاكم الله خير، وإن شاء الله المستفيدين والفئة المستهدفة يستفيدون من هالموضوع إن شاء الله تعالى. شكرا لك دكتورة وديعة محمد شريف، نائب مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي. كنا نتحدث عن توقيع اتفاقية لتقديم برنامج تدريبي في مجال صحة الأمومة والطفولة. شكرا جزيلا دكتورة. حياك الله محمد، شكرا. شكرا. إذا يعني هذه الاتفاقية مهمة جدا. شوفوا، هي العملية أنك أنت أحيانا يعني ممكن أنك أنت تضطر الشخص واحد للمكان هذا أو للجامعة هذه، زين، وبيكلفك مبلغ كبير، ولكن أنك أنت تعقد مثل هذه الاتفاقيات، اتفاقيات التعاون، أنت قاعد تستفيد الحين. مثلا هذه الاتفاقية اللهم لك الحمد بيستفيدون منها 8 و8 كم؟ 16 و8 24 طبيب يستفيدون من هذه الاتفاقية اللي وقعوها، زين، في حين أنه ممكن تكون تكاليف يعني ابتعاث شخص أو شخصين بهذا المبلغ. تخيل أنت تخلي 24 طبيب يستفيدون من هذا البرنامج بنفس الكفاءة نفس الجودة، ووفرت عليهم عناء السفر وعناء التغرب، وممكن عيالهم بعد يعني إذا عنده عيال ممكن ياخذهم معاه، وممكن يوفر يخليهم هني، يعني وايد وايد أمور تحسبها. لا، مثل هذه الاتفاقيات مهمة جدا، وهذا الصح، هذا مو بس في المجال الصحي، في كل المجالات المفروض أنت تتعامل بهذه الرؤية بهذه الطريقة. فيعطيهم ألف عافية في
إدارة التعليم الطبي والأبحاث على هذه الأمور، لأن بالفعل أمور مهمة جدا. هني أنا بختم بهذه الدراسة اللي تقول كيف يؤثر مكان إقامتك على صحتك. وجدت دراسة جديدة أن مقدار النوم الذي تحصل عليه في الليل يعتمد على مكان الإقامة في المنطقة الزمنية، ما يمكن أن يؤثر على الصحة العامة. ويرى الأفراد الذين يعيشون على الجانب الخاطئ من المنطقة الزمنية مزيدا من الشمس في وقت متأخر من المساء، وبالتالي ينعمون بنوم أقل ومشكلات صحية أكبر. اكتشف باحثو جامعة بيتسبرغ وديلا سفيزيرا في إيطاليا أن الأفراد الذين يعيشون في منطقة زمنية حيث تغرب الشمس متأخرة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي والسمنة والنوبات القلبية والسكري. وتبين أن التغيرات الصغيرة في التوقيت الصيفي ترتبط بارتفاع معدلات النوبات القلبية، كما تعطل ساعات العمل غير المنتظمة الإيقاعات اليومية التي تساهم في تقلبات الهرمونات لدينا. ولكن الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة الاقتصاد الصحي تشير إلى أن الاختلافات الدقيقة في أيامنا وجداولنا الزمنية يمكن أن ترسم جداول نومنا ونتائجنا الصحية. الخبراء يقولون، خبراء النوم، أن الوجود المستمر للإضاءة الصناعية يؤثر على نوم الأشخاص أكثر من السابق، حيث يطلق الضوء مادة كيميائية تنتقل إلى الدماغ وتخبرنا بالوقت وما يفترض فعله، أي الاستيقاظ بطبيعة الحال. وأوضحت الدراسة مدى دقة تلك العملية وتأثيرها، حيث قارن الباحثون البيانات حول متوسط أوقات الغروب اليومية في كل المناطق الزمنية بمتوسط وقت النوم للأشخاص اللي يعيشون في المقاطعات المختلفة. في المقاطعات ذات الغروب المتأخر يحصل عدد أكبر من السكان على 6 ساعات من النوم أو أقل، كما كانت السمنة أكثر شيوعا في تلك المنطقة بنسبة 21%. وتبين أن النوبات القلبية والسكري وسرطان الثدي أكثر شيوعا في الأطراف الغربية للمناطق الزمنية أيضا. وأكد التقييم ما قاله علماء النوم منذ فترة طويلة حول الآثار السلبية للنوم على الصحة والاقتصاد. أتذكر تسافر في بعض المناطق في الصيف يا أخوك لين الساعة 10 الشمس والدنيا منورة، الشمس طالعة والدنيا منورة، توصل على الساعة 12 انزين او انها ظلمت، بس هي مو ظلمة يعني، حتى لو توايد كذا الدنيا منورة بس ظلام، كل شيء يبين. ساعات اقول والله هذه يعني نحن طالعين شهر او اسبوع في هذه المناطق، كيف ما شاء الله عايشين يعني. فهذه الدراسة تقول ان هذه يعانون من امراض بعد كثيرة يعني في هذا الموضوع، انه في امراض شائعة. عشان شيء الواحد يحاول دائما، عشان شيء هم عندهم اصلا نمط حياة صحي بعد كذلك، يحاولون انهم دائما يثقفون الناس اللي موجودين هناك، لان مثل هذه الامور ممكن تؤثر على صحتهم بشكل كبير. عموما وصلنا لختام حلقتنا، شكرا لتميرة الغفلي كانت معنا في التنسيق في إعداد هذه الحلقة، الزميلة نور نزال، أيضا في الإخراج عيسى سبيل. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ونلقاكم إن شاء الله في الغد. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.